اولا انا كنعزز بالثقه ديال جلاله الملك، كنوجه التحيه ديالي لجميع المواطنات والمواطنين اللي داروا الثقه ديالهم في الحزب وفي شخصيا المدينه المحمديه في الانتخابات الاخيره، ولا يقدرني على المسؤوليه لان انا كنحس بانها مسؤوليه ثقيله ومهمه فيها صعوبه هذه مرحلة سياسية دقيقة. الخطوة المقبلة إن شاء الله الخطوة المقبلة السيد الرئيس. الخطوة المقبلة هي المجلس الوطني لحزب عدالة التنمية غدا إن شاء الله. إن شاء الله. وبعدها غنبداو المشاورات إن شاء الله.